جماعة مركز في اللعب. وعد في مرة جربتي لعبة البادل، اليوم نسأل اللاعبين أسئلة وبنختبر سرعة البديهة عندهم. تعالوا. حامي طبعا أنا لابس وجاهز، بنزل بلعب بعد شوي. ستوب 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 ستوب، بنخرب عليكم اللعب شوي. فايز ولا خسران؟ صراحة فايز الآن. غريبة مو من عوايدك. طالع الكاميرا وبسرعة غمض عين وسكر عين. غلط. شو اسمك؟ فيصل. طب ليش ما قاعد تلعب؟ ما عندك تيم ولا لعبك سيء؟ أنتر ثيميتي خلص لعب. طيب سؤال على السريع بس، أو مو سؤال، تحدي. لا شي قاعد يغمز هذا. سلام. هذه شو تسوي؟ تمسح العرق ولا إصابة؟ عشان ما العرق ينزل يدي هذه عشان إذا خسر عنده عذر. سؤال على السريع. غمضهم اثنينهم. اوه كذا كذا المفروض اسوي. انت شكلك خسران باللعبة. اي 5-4 لهم. طبعا هذا فريق الخسران، بس خلينا نشوفه بيفوز بالتحدي هذا ولا لا. حلو حلو حلو. بريك 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 بريك. الاسم الكريم؟ فراس. فراس بسرعة غمض عين وافتح عين. عكس. طب سكر عين وغمض عين. لا ذكي ذكي دارس. ايه مبسوط. افتح عين وغمض عين. افتح عين وغمض. طيب غمض عين وسكر عين. شو نفس الشيء؟ السؤال صعب ولا غريب؟ غريب حيلة، صار مخي جالة لاك. يلا سلام سلام. Are you winning? Not yet. Just give me one more game and we will win. Okay, she's the expert. Quick question. Focus. أبغى أسأل السؤال بالإنجليزي بس ما أقدر. Close your eyes and close your eyes. تطلع سهلة. Close an eye and shut an eye. ما تحسب. يلا باي. ترى السؤال سريع بس يلخبط. نرجع الاستوديو عند وعد، نشوفكم المرة الجاية. سلام.